شعبان من الجيزة، اتفضل. ازيك يا استاذ سامح؟ اهلا بيك. كل عام وحضرتك طيب. وحضرتك بكل خير. من ذات تكون منطقة امبابة. ايوه. وساعتك كلمت حضرتك ليه 3 سنين بكلم حضرتك وحضرتك بتوعدني بحلول ومفيش اي حلول. هي كانت مشكلتها ايه؟ مشكلتي يا فندم في احنا لينا ارض في نهاية الترعة، في عزبة هناك فيها ناس قافلين الترعة علينا. وعاملين مواسير صرف صحة على الترعة، أصبح إن الغيط دلوقتي معجق بمية الصرف ومطبل. طيب، حضرتك بتقول بقالك، حضرتك بتقول بقالك 3 سنين. وأنا أقول لك إيه اللي حصل في ال3 سنين وإيه اللي إن شاء الله المفروض يحصل دلوقتي. إحنا لما بتنزل الحملة تشيل المواسير دي مفيش غرامة ومفيش عقوبة ومفيش رادع قوي. فبيرجعوا يكرروا المشكله تاني، والناس اللي موجوده هناك والكثافه السكانيه، وانت عارف ان معظم الاراضي في المنطقه عندكم تحولت لمباني وتعديات ومنتهى يعني العشوائيه. انا ارضي طبلت وما عادتش نافع للزراعه. انا بكلمك على سبب المشكله ومش قادر ازرع. تمام. طب ما تقول لي، قول لي يا حاج شعبان بعد ال3 سنين دول ايه اللي مطلوب مني وانا اعمله دلوقتي؟ المطلوب منك تكلموا مركز، تكلموا منشية القناطر، مجلس المدينة يقوم يشيل التعديات. طيب يا حاج شعبان، هو مجلس المدينة أكتر من مرة شال التعديات، اللي أنا بقى بطلبه، اللي أنا بطلبه يا حاج شعبان، وما شفتوش أنت، ما شفتوش، بس أنا عايز أقول لك هو بيجي يشيل التعدي اللي هو عبارة عن ماسورة. والله العظيم ما نزل ولا شال. اديني فرصة أكمل بس علشان هو كام يوم أنا كنت هروح أشوف التعديات، إنما هو ما نزلش وما شالش. طيب الموضوع يا حاج شعبان ان القانون لا يكفي في هذه الفتره، لازم يبقى في تغليظ للعقوبه، لان انا بقول لك، لان احنا بنبعت نسجل وبنتابع.